ويظهر من أهله ومن قصدهم البغض لهذا الدين والحرص على تركه بالكلية ونبذه وراء الظهر والعدالة وأنهم أعداء لكل قديم سرى عليه المؤمنون يريدون أن يجددوا ويأتوا بأشياء لا صلة لها بدين الله بل عوائد جديدة وأحوال جديدة يخترعونها بعيدة عن الإسلام والإيمان قريبة من صفات البهائم وأهل الشهوات فالذي أرى أنه يجب أن يحاربوا وأن يبين شرهم وفسادهم ومقاصدهم على صفحات الجرائد وفي الإذاعة وفي المؤلفات التي يكتبها الغيورون هكذا لكل داء دواء فإذا أظهر أهل الباطل باطلهم وجب على أهل الحق أن يظهروا الحق ويكافحوا فهذه الدار هي دار الكفاح ودار الحرب دار الإصلاح دار المجاهدة والآخرة دار الجزاء والمحاسبة فلا يجوز أن يكون أهل الباطل أنشط من أهل الحق ولا يجوز أن يكونوا أشجع في إظهار باطلهم من أهل الحق في إظهار الحق فيجب أن يكون أهل الحق أشجع وأقوم بأمر الله وأصدق في جهاد أهل الباطل هذا الذي أنصح به جميع من يسمع كلمتي هذه من الحاضرين وغيرهم أنصح الجميع بأن يقوموا لله وأن يحاربوا كل ما يظهر بين الناس مما يخالف شرع الله من الحداثيين أو الشيوعيين أو العلمانيين أو الصوفيين أو غيرهم من سائر صنوف أهل الباطل كل من أظهر شيئا يخالف كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فإن كان جاهلا وجب أن يبين له ويرشد ويدعى إلى الحق وإن كان متعمدا للباطل وجب أن يبين شره ويحذر منه وأن يرد عليه وأن يدعى إلى الهدى لعله يهتدي لا يؤس منه بل يدعى إلى الهدى لعله يهتدي.